أحمر، وأخيراً لقيت الكنبة اللي بدور عليها. شو؟ عن جد؟ والله بتحكي جد إنك لقيتيها؟ وأخيراً لقيت الكنبة اللي أنا بدور عليها. لا والله يما لقيتها حبيبي. وين طيب؟ لقيتها في محل أبو عصام بعد ما لفيت كل المحلات. ساعة واحدة مش عارفين نقعد من الفئة على الفيس من قصة الكنبة. أخيراً والحمد لله. الله يرضى عليك يا حبيبي. أخيراً راحت. عند أبو عصام الله يسعدك يا ماشي حبيبي. الله يرضى عليك الله يسعدك. ماشي بعدين نخلص من هيك قصة. شوف الشباب معك عشان يساعدوك يا خلص ماشي. حبيبي ماشي. الله يرضى عليك يا حبيبي. يخلف عليكم يا جماعه والله الله غلبكم معي يا عم مسكم عشان مستناش الحين وقتك تلاقينا يا عم الصديق طبعا الجار للجار هذا عشم من العشم طبعا مبارك الف الف كرتونه لسه والله لا تكيف الحج على الكنبه حتعطيني شكر ما حصلش الحج طبعا شباب دير بالك تفتح الشباك جيبها على الجنب على الجنب لا حاول على الجنب جيبها ايوه مش ما شوف الجنب الثاني الجنب الثاني يا جماعه دايرها هيك دايرها هيك وقف وقف هيك ايوه نزل نزل شوي تابع شوف يا توفيق هيك شوف نزل تحت توفيق نزل الكنبية مش راضي تخش من الشارع هات نشوف شارع تاني وكل شوارع المعسكر زي هيك كل شوارع ضيقة طب هات نفكها ونمرقها من الشارع لا انت ما تفكرش احسن لانه تفكيكك انت زي هيك بدها تيجي على راسي الحاجة مش حتنيم في الدار نهائي يعني ما تفكرش احسن طب استنى ايش رايك وفي عندي فكرة حلوة نطلعها من فوق الدار من فوق الجيران سطوح الجيران ونزلها عندك في البيت شباب رجلك اليمين يا شباب يلا يما تعالي شوف الكنباية جبناها الله يرضى عليهم الله يعطيهم العافية الشباب الله يرضى عليكم الله يعطيكم العافية وينها؟ الله يرضى عليك الله يعطيك العافية وصلت الكنباية الله يسامحكم مش هي هذه الكنبة اللي أنا بدي إياها مش هي رايحين جايبين واحدة تانية شوف بعد كل هالتعب وبعد تطلع مش هي